مخافة الرب رأس المعرفة. الآية دي تعتبر عنوان السفر كله، مخافة الرب رأس المعرفة. وطبعا بجد في كذا كتاب تاني رأس الحكمة ايه؟ مخافة الرب، هتلاقوها في يشوع بن صراخ وفي أيوب 28 وفي مزمور 111. يعني نفس المعنى تكرر في الكتاب، ان اللي عاوز يبقى حكيم ويبقى عارف صح لازم يقتني الخوف، واللي ما عندوش مخافة ربنا ما تقولش عليه حكيم أبدا، ده غشيم تماما، ده عين الجهل ده. لأن اللي بيخاف ربنا هو الإنسان الحكيم. هنا بقى يطلع لنا شوية ناس يقولوا إيه، ما عدناش بنخاف ربنا، ربنا ده حبيبنا، ربنا ده صديقنا، ربنا ده أبونا. يعني أمال الكلام ده إيه؟ مش كلام ربنا؟ تبقى مش حكيم طبعا لو قلت كده. مخافة ربنا معناها مثلا عند القديس كليماندوس انك تخاف من اي قانون حطه ربنا. ربنا حاطط قواعد، طالما في قوانين او قواعد لازم تعمل لها حساب. احنا مش بنتكلم عن رعب، اديك مثل بسيط، في قانون للمرور مثلا او للسرعة، تبقى سايق على الطريق السريع، لو ما خفتش من التيكت من الغرامة هيحصل ايه؟ هتكسر وهتاخد غرامة مرة واتنين وهتتسحب رخصتك. يبقى البني آدم اللي خايف يكسر السرعة ده حكيم ولا جاهل؟ حكيم، لأنه بيبص على العداد كل شوية مش عاوز يعدي السرعة. هو ده الخوف، بمعنى أن أنا عامل حساب للقانون. ربنا قال لي ما تدينش حد عشان ما تجيش قدامي أدينك، ده قانون إلهي، لا تدينه كي لا تدان، بالكيل الذي به تكيلون يكلك. تخوف ولا ما تخوفش؟ طبعا تخوف. ليه؟ كل مرة دين شخص، طب انا هقف قدام ربنا هيدني، لازم اخاف، اخاف ان انا اكسر القاعدة، اكسر القانون، لان معناها ان انا حطيت نفسي تحت طائلة العقاب. فاجر اتوب بسرعة واصلح سلوكي لغاية ما بطل ادانة خالص. فهمتوا الفكرة؟ فالخوف المقدس هنا يبدأ بخوف القانون أو خوف الوصية بيسموه. اللي بيخاف من الوصية مش هيكسر. لو حواء خافت من كسر الوصية ما كانتش عملت اللي عملت، ولو آدم خاف أنه يزعل ربنا ما كانش كل من الشجر، وهكذا. لو قايين خاف من غضب الله ما كانش قتل هابيل. لو أي حد خاف ما كانش هيغلط ببساطة. إذن رأس الحكمة مخافة الله، منطقية جدا طبعا، أو مخافة الرب رأس المعرفة. وكأن الواحد لازم يوزن سلوكه دايما على الخوف. في واحد جرب أن الصلاة تدي يوم حلو، طب اليوم اللي تنزل من بيتك من غير صلاة ما تخافش؟ لا، خاف، خاف اليوم ما يعديش كويس، صلي كويس عشان اليوم يعدي. أو كذا ليلة تنام ويجي لك كابوس بالليل عشان ما بتصليش مزامير، طب خاف بقى وصل، اسهر وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. لألا دي يبقى في تخويف أو تحذير. إذن الخوف المقدس مش رعب، مش حاجة نفسية، مش حاجة تضايق، هتدي تدقيق، تدي أمانة، تدي حرص، تدي استقامة. فاللي حاطط خوف ربنا أساسا وصدع عينيه يعني مش هيعرف يغلط بالسهل، ولو غلط هيتوب بسرعة. لكن اللي ما عندوش خوف ربنا ده تستأمنه ازاي؟ ما هو هيكذب طبعا براحته وهيسرق براحته، ما بيخافش ربنا. مخافة الرب رأس المعرفة، يعني كأن مفتاح كل اللي هيتقال بعد كده هو الخوف. لو خفت ربنا كل آية من دول هتوزن عندك، وهتلاقي تطبيقها ضروري لأنك خايف. لو مش خايف من ربنا هيقول لك سيبك بس من النظرات والشهوات وكده، تقول ليه؟ ما كل الناس بتعمل كده، وتدخل بقلب جامد تقلد غيرك قد تهلك. ليه شباب هذا الجيل بيقعوا في شهوات بدون ضوابط؟ ليس خوف الله قدام عيونهم. الإباحية زادت ليه؟ خوف ربنا قل. الطمع زاد ليه؟ خوف ربنا قل. ناس بتفتري وتظلم وتأذي، كل الخطايا بتزيد ليه؟ اول ما الخوف يقل. ده زي ما بنقولها حتى عن الامور الارضية، نقول لما بيبقى في قانون رادع الناس بتكش
والدنيا كلها ايه بترجع له تتعدل، مش كده؟ طب اسمعنا، القاعده دي ساريه في الدنيا، يبقى بالاولى في العلاقه مع الله. فهنا الخوف مقدس، لانه مش موضوع خوف من بشر، لا لا، ولا خوف من الموت صدقوني، لا برضه، لكن خوف من الهلاك الابدي، خوف من غضب الله طبعا، خوف من ان انا انفصل عن ربنا والشيطان يمتلكني، ده خوف مقدس. مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة. دي مهمة بقى. من الجهل أن يتقال قدامك كلمة حكمة وتتجاهلها. ياما كلام حكمة، ياما آيات، ياما مواعظ وعظات وحكايات وأمثال، ليه ما خدتش الكلام باعتبار؟ ليه ما فكرتش كويس؟ ما قلبتوش في دماغك ليه؟ الجاهلون يحتقرون الحكمة. في ربنا يسوع كان بيتكلم، في ناس ما احترمتش كلامه، دلوقتي كلهم في الجحيم. كيف تحتقر الحكمة وهي طريق السماء؟ ازاي تستقل بالكلمة الحقانية المظبوطة اللي تعدل طريقك وتدخلك السماء؟ زي اللي بياخد وصف الطريق وهو بياخدها كده ايه باستهتار. طب مش تعرف السكة كويس، خليك توصل، هتروح حتة تاني هتتوه. يبقى ركز واسأل واستفسر لغاية ما تتأكد انك فهمت عشان تمشي صح. الجاهلون يحتقرون الحكمة، الجاهلون يحتقرون الإنجيل، الجاهلون يحتقرون الكنيسة، الجاهلون يحتقرون أب الاعتراف، الجاهلون يحتقرون التعليم الروحي عموما. ليه؟ لأنه شايف إن ده تضييع وقت، تخلينا نعمل فلوس زي الناس، خلينا نعيش في لذات الدنيا، ماشي. تحتقر الحكمة والحكمة تحتقرك في الآخر. وللأسف العالم مليان جهال، الجهل ده ما يعرفش مستوى علمي ولا مستوى مادي، في كل المستويات في جهال. تعرف علامة الجهل احتقار الحكمة. ما أجمل الشخص اللي عاوز يقرأ ويستفيد، عاوز يسمع ويستفيد، عاوز يسأل ويستفيد، عاوز يصلي ويستفيد، ده حكيم. لأنه حتى لو ما يعرفش حاجات كتير، بس هو في تكوين الحكمة صح. أما الجاهل لا عاوز يصلي ولا يسمع ولا يقرأ ولا يتعلم ولا، وطبعا بيزداد جهلا وشرا. أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب.